السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. إزيكم؟ وحشتونا، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة معانا فيديو مصل، لقاح، تطعيم، فاكسين. قبل ما نبدأ اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة لو مكنتش مشترك. نبدأ على طول. النهاردة التحصين اللي احنا هنعمله اللي هو تحصين مرض الروشة. طبعا كل حضراتكم المتابعين اللي معايا عارفين ازاي انا عانيت من الروشة في السنة اللي فاتت. ده تحصين سعره 75 جنيه، يكفي 1000 حمامة، من حمامة لألف حمامة، هو ده جرعته كده، من حمامة لألف حمامة. تمام، ده الروشة الفيروسي، ده لمرض الروشة الفيروسي. اما التاني ده لمرض السلمونيلا، زي ما حضراتكم شايفين مكتوب عليه، هو لقاح السلمونيلا الثلاثي المثبط. طبعا واحنا بنشتري اي واحد من الاتنين لازم نكون متأكدين ان هو فيه التلج. انا مزود كيس تلج، هو بيجي معاه الكيس الصغير ده، لكن انا مزود كيس تلج معاه. طيب تحصين الروشة الفيروسية، احنا عرفنا ان في روشة بتصيب الحمام ممكن يتصاب من الروشة اللي هي نتيجة السلمونيلا، اللي هي منتشرة عند معظم المربين وهو ما يعرفش ايه السبب اللي هو سببها السلمونيلا. لو ما تعالجتش السلمونيلا من بدري بيصاب الحمام في النهاية بالروشة. لكن الروشة ده اللي هو تحصين الروشة الفيروسي اللي بيصيب الحمام بدون اي مقدمات، يعني فجأة كده تلاقي الحمام جاله روشة. ده اللي احنا هنعمله النهاردة. الازازة الصغيرة دي زي ما قلت لحضرتك بتكفي من حمامة لألف حمامة. تمام، اهو يا رب يكون واضح. كلون اهو، زي ما قلت لحضرتك دي انا شاريها ب75 جنيه، انت على حسب التاجر اللي انت بتجيبها منه. ده لمرض الروشة الفيروس. يبقى كده احنا عرفنا ان الروشة لها سببين، السبب اللي هو الفيروس اللي هو ده التحصين بتاعه، ده بيجي روشة للحمام فجأة لو انت محصنتش بدون اي مقدمات، يبقى لازم تحصن بالتحصينين ده وده. اما ده اللي هو السلمونيلا اللي برضو لو ما تعالجتش في النهاية بيصاب الحمام بالروشة، لانك لو حصنت بواحد من الاثنين ممكن ترجع برضو تلاقي ان الحمام اتصاب بالروشة، يبقى لازم تحصن بالتحصينين. تعرف ازاي ان الحمام جاله الروشة بكتيرية ولا فيروسية؟ زي ما قلنا الفيروسية بدون اي اعراض بتيجي مفاجأة، اما البكتيرية اللي هو تلاقي الحمام جاله اسهال، اسهال مائي او اسهال اخضر، والحمام بيشرب مية كتير، تعرف ان الحمام هيجيله الروشة اللي هي نتيجة السلمونيلا، يبقى هو ده التحصين بتاعه. علشان كده انا يا جماعة من ساعتها انا اتبهدلت السنة اللي فات، من ساعتها وانا بستخدم الاتنين، يعني عملتهم السنة اللي فات والحمد لله ان شاء الله هنمشي عليهم. ده بيتاخد يا جماعة اقول لك من 3 شهور الى 6 شهور، لكن انا استخدمه كل 3 شهور، وده استخدامه كل 6 شهور اللي هو الحقن ده. اما ده تحت المية فسهل جدا، مش محتاج منك اي تعب. طيب دي كمية المية اللي انا هفك فيها ازازة التحصين او الفاكسين او اللقاح بتاعنا او المصل، هفكها تحت المية كده. لازم تفتحها تحت المية بالشكل ده، ان فتحتها فوق كده باظت، لازم تكون تحت المية كده. وزي ما قلت لحضرتك من حمامة لألف حمامة، دي كمية المية اللي انا هحتاجها. حضرتك ممكن تعملها في اكتر من كده، ممكن في لتر، ممكن في اقل لتر، يعني هي تفكها على قد الحمام اللي عندك، المية اللي هيشربها. وبعد كده هنقدمها للحمام لمدة ساعتين، وبعد كده نشيلها وتستمر عليها كل 3 شهور، مش هتلاقي الحمام يجيله روشة ان شاء الله، مع استخدام المصل اللي هو بتاع السلمونيلا، المصل الاخر. طيب هشيل الحديدة دي اللي عليها بسكينة، لان انا اللي بصور، وارجع لكم. اهو شلت الغطاء الحديد، ما عادش الا الغطاء البلاستيك، لكن لازم نفتحه تحت المية. ننزل تحت المية كده وبإيدنا كده هنشيل الغطاء. تمام، لازم نتأكد ان هو تحت المية. تمام اهو، بسم الله ان شاء الله، ونقعد نرج الازازة كده لحد ما نتأكد ان الدواء اللي فيها خرج. طبعا هي كانت في الفريزر،
اول راجل جايب لي معاها التلج هنفكها اهو، بينزل الدواء تحت المية ونقلبها كويس في المية ونقدم للحمام. طبعا بتكون معطش الحمام ومجهز المسائي بتاعتك اللي هي هتكفي علشان الحمام يشرب المية في خلال الساعتين، وبعد كده تشيل المية من قدام الحمام، وتاني يوم هتعطي رافع مناعة فيروسي، هتقول للبيطري هات رافع مناعة فيروسي وتقدم منه يوم واحد للحمام، وكده الحمام ان شاء الله عمره ما يصاب بالروشة. وهقول لك هنشوف حط المية طبعا معطش الحمام ونشوف مع بعض. طبعا هو الحمام عطشان جدا، هنملى المسائي زي ما حضراتكم شايفين. الحمام عطشان كله جاي على المية وهو ده المطلوب. طبعا حضرتك هتعرف الحمام قد ايه تعطشه حسب الشتاء والصيف، يعني لو في الشتاء عطشه 12 ساعة، في الصيف كفاية 6 ساعات بالكتير على حسب الجو عندك يعني وعلى حسب فصول السنة. طيب المية الباقية طبعا هي للحمام اللي هو في العيون، طبعا كل جوز في عيون، في حمام تاني محبوس غير الحمام السايب ده، المية التانية بتاعت الحمام المحبوس، فيعني المية قايسينها مش هنرمي منها اي حاجة. اللي عايز طريقة تحت المونيلا اللي هو ده هسيب لك الرابط بتاع الفيديو في صندوق الوصف او في علامة الاي اللي في الفيديو فوق، اللي هو لقاح السلمونيلا ده اللي فيه ناس دايما بفكره ان هو ده الروشة، لا هو ده للسلمونيلا يا جماعة. في فرق بين تحسين السلمونيلا وتحسين الروشة. كده اكون خلصت فيديو النهاردة، اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.